السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سورة قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة بسعر لقطة في موقع مميز بجوار أسواق فتح الله ماركت والشارع العمومي والسوق التجاري والخدمات العامة، تصلح للسكن الدائم طول العام. شفنا بعض واجهة العمارة، موجود عندنا هنا ده المدخل، بوابة عندي ومدخل ممتاز وأسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. قصادنا هنا موجود عندي ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع ما شاء الله، طبعا ده تشطيب هادي جدا. على يمنا هنا موجود عندي مطبخ امريكاني، المطبخ عندنا هنا من الداخل، وطرق التوزيع بتدخلني على غرف النوم والحمام. على يمين هنا موجود عند الحمام، وجنب منه مباشرة موجود عندنا أول غرفة نوم، الغرفة دي عندي هنا ليها جيب بلكونة بتطل عندنا على الشارع. جنب منها مباشرة موجودة عندي الغرفة التانية، الغرفة دي عندي هنا برضو تبص على الشارع. بنطلع نبص بعض عندي على البلكونة ونشوف رؤية الشارع، تراس رائع ممتاز جدا ما شاء الله، وطلالة ممتازة عندنا هنا على الشارع، عرضه 12 متر. الموقع ما شاء الله سكني بجوار أسواق فتح الله ماركت والشارع العمومي والخدمات العامة داخل القرية. شاهدنا تصلح للإقامة طول العام. رؤية الريسبشن عندي هنا من زاوية تانية، وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سولا قرية اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق الخامس علوي، الخامس وليس الأخير. العمارة عبارة عن 6 طوابق، موجودة عندي أسانسير وحارس خاص للعقار، وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناية والإسكان والتعمير، وكاملة الإعدادات كهرباء ومية، زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 90 متر، السعر 420,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض، السعر بالدولار 8,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سولا عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.